كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي الكبير يقول لنا رأيه في طاقم تحكيم مباراة اليوم. يا كابتن جهاد صباح الفل، مشرف ومنور كالعادة. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. النهاردة عايز أقول لك إيه الحالات اللي كانت في المباراة، إيه الحالات الجدلية، بس المباراة مش ده من وجهة نظر، الله ما أعرفش وجهة نظرك إيه، بس ما عرفتش أمسك حالة جدلية، يعني ما تقدرش تقول مثلا في حاجة واضحة وصريحة صح ولا غلط. تتفق معايا ولا تختلف؟ لا أنا عايز أقول لك أخدك في حتة تانية خالص يا كريم. يا ريت. أنا بتكلم ده درس لكل حكم. مش حكم اللي كان منورها، درس لكل حكم مصري عشان لما تجيلك هدية تجيلك هدية في بداية المباراة استغلها. أيوة. لأن الهدية دي تبقى المفتاح اللي بتنجح في المباراة. صح. في الدقيقة الأولى الحكم جات له هدية وخدها. فالهدية دي كسبته المباراة، هي دي ده مفتاح المباراة. اللي هي ضربة الجزاء. اللي هي ركلة الجزاء. آه. وبالتالي ركلة الجزاء صحيحة، الراجل كان موجود في مكان ممتاز. في الثانية حاجة و20 ثانية. يعني ما كملش الدقيقة والراجل احتسب بمنتهى الثقة والركلة الجزاء صحيحة وتم مراجعتها من الفار. هو ده المفتاح اللي أي حكم لما بتجيله الهدية دي يستغلها ينجح في المباراة للآخر، وبالتالي أنت ما لقيتش بعد كده حالة تحكيمية ممكن تقف عندها. يعني اللقطة دي اللي في الدقيقة الأولى هي نقطة نجاح الحكم في المباراة. صح. هو عمل مباراة هائلة جدا، ما فيش حكم لحد النهاردة موجود في مصر أو الفريقين في الملعب حسوا بالحكم. نجح بالمباراة نجاح غير طبيعي. كان في الآخر التحكيم النهاردة ما كانش موجود في الملعب، ما حسناش بالحكم وده نجاح للحكم. طيب أنا عايز بقول لك المبدأ. اتفضل. عايز أقول لحضرتك حاجة بقى، فرصة وأنت معايا، عشان عادة يعني ممكن ياخدوا على الكابتن جهاد إنه ينتقد بعض الأمور في لجنة التحكيم المصرية، بس أنا عايز أشيد، وأنا على فكرة بنتقد معاك بالمناسبة في كثير من الأحيان، بس عايز أشيد باختيارات الحكام الأجانب في الفترة الأخيرة في المباريات الكبيرة. ما هو برضو الحكم الأجنبي دوت اختيار، والحكم الأجنبي دوت لازم يكون كفء، مش أي حاجة بأجنبي وخلاص. بص يا كريم، احنا الحاجة الكويسة بنقول عليها كويسة، ما عندناش مشكلة. والحاجة اللي فيها النقد بنقول النقد. صح. النقد للبناء مش مجرد النقد بس. صح. فهو طبعا اختيارات الحكام الأجانب الفترة الأخيرة ممتازة. صح. كلنا بنشيد بيها وبنشيد بالاختار ايا كان مين اللي اختار. يعني اي عنصر من لجنه الحكام، طبعا الحكام اللي بتختار. صحيح. فايا كان مين اللي اختار في لجنه الحكام فاحنا بنشكره على الاختيارات، اختيارات مزبوط. هايله. مظبوط. وبالتالي انت حاجه كويسه بقول لك لما يبقى حكم كويس مصري او اجنبي او اي حاجه في التحكيم بنشيد بيها. صحيح. لما يجي لنا خطا يا كريم بنقول خطا، ما فيش عندنا مشكله. انتقادات كثيرة جدا، يعني ما فيش حالات تانية بقى من وجهة نظرك في المباراة؟ لا ما فيش، يعني الانذارات اللي اداها انذارات كلها مظبوطة. ما فيش حالة جدلية ممكن نتكلم فيها. في ناس ممكن تتكلم ان الماتش سهل. لا، هو الحكم سهل الماتش على نفسه. الوقت الضايع طبيعي. الوقت الضايع كان كتير شوية في الشوط الأول والشوط الثاني، ولا شايفه منطقي برضه؟ بص، الوقت الضايع في الشوط الأول هو الراجل احتسب 4 دقايق وأضاف عليهم، أو 6 دقايق وأضاف عليهم. صح. أضاف عليهم إيه؟ أضاف عليهم اللي ضاع في الوقت بدل الضايع. فهو الراجل بمنتهى السلاسه واتكلم مع الناس، يعني فهم الناس انا مثلا حاسب 6 وضاع من 6 3 4 وقفنا فيهم فهزود الـ4. فهي يعني الراجل بيتكلم بسلاسه والناس يعني الناس بتتقبل. انا اتمنى برضه كريم برضه بنفس النقطه دي ان اللاعب المصري الرياكشن بتاعه مع الحكم الاجنبي موجود مع الحكم المصري. صحيح. يساعد الحكم المصري جدا لو الرياكشن كله بالشكل ده. شفت ركله الجزاء احتسبها الراجل، مفيش حد جاله. مظبوط. مفيش حد كلمه. مظبوط. عندنا الحكم المصري بيحتسب ركله الجزاء وتبقى صحيحه 100% وبرضه بيجي يعترضه. فاتمنى برضه الرياكشن بتاع اللعيب اللي موجود مع الحكم الاجنبي يبقى موجود مع الحكم المصري. احنا مش ضد الحكم المصري، بالعكس احنا طبعا طول الوقت مع الحكم المصري، لكن في حاجات بنشوفها بتبقى مختلفه في الرياكشن بين الاكشنز اللعيبه ومع الحكم الاجنبي ومع الحكم المصري. انتقادات لحضرتك انت بقى شخصيا من جميع النادي الاهلي والجميع بعد مباراه الاهلي والمقاولون تحديدا في كره التسلل اللي كانت على رامي ربيعه، ما زلت عند رايك ان الكره كانت تسلل 100%؟ بص يا كريم، انا برضه هرجع لك بلقطه تحكيميه مع نفس اللقطه التحكيميه، مباراه دجله والاهلي السنه اللي فاتت كنت انا الحكم، وبالصدفه البحته المساعد الاول هو محمود ابو الرجال الحكم المساعد المميز. وهدف لوادي دجله تم احتسابه. يعني ابو الرجال احتسبه. والحكم الفار كان وائل فرحان، افتكر بقول لحضرتك الاسامي بالاسم اهو، وقال لي يا كابتن في قال لي في الاربيس كده في واحد من دجله في موقف تسلل واعاق ايمن اشرف، يعني مس الكوره لكن اعاق حركه ايمن اشرف. قلت له اجي اشوفها، لان دي حاجه فنيه الحكم بيروح يشوفها في الفار. رحت شفت اللقطه ولقيت فيه فعلا الراجل رقم 4 من وادي دجله اعاق ايمن، تقدم ايمن اشرف نفس اللعبه اللي عملها بالظبط رامي ربيعه، اعاق ايمن اشرف، وبالتالي كان تسلل واضح لانه تداخل مع المنافس او عمل حركه والحركه دي عمل بعد كده كونتاكت مع المنافس، اعاقته انه يوصل ان مش هيوصل للكوره، اعاقته ان هو يكمل
في الكوره، وبالتالي كان يتعاقب. فساعتها انا عاقبته وديت تسلل ولغيت هدف وادي دجله مع الاهلي. صحيح. نفس اللقطه بالظبط حصلت من الاهلي، فما فيش مشكله، احنا بنتكلم في معيار واحد. مظبوط. ابو الرجال في اللقطه دي، ابو الرجال انا على فكره بشيك بيه جدا، دي انا قلت على اللقطه اللي عملها ابو الرجال دي لقطه الموسم تحكيميا، لان في وقت صعب، في مباراه صعبه، في يعني اقول لك في فرقه بتنافس دوري وفرقه بتنافس على الهبوط، فقرار صعب. صحيح. وفي وقت صعب. صحيح. ابو الرجال كان معايا احتسب اللقطه دي. مظبوط. يعني ومع ذلك اتعلم بالخبرات. طيب. اتعلم اللقطه دي السنه اللي فاتت، لما جت له السنه دي احتسبها بمنتهى الارتياح. شوف الرياكشن بتاع ابو الرجال وعلى وشه، راجل واثق من قراره ومتاكد من قراره. وبالتالي انا بشيد بيه، لان الراجل طبعا حكم كبير راح يمثلنا كاس العالم، بس خد القرار بمنتهى الاتزان وقرار صحيح مليون المية، تسلل واضح وموجود، لان رامي ربيعه اللي كان موجود في موقف تسلل عمل حركه وعمل كونتاكت مع المدافع، وبالتالي هو تدخل في اللعب، تدخل قصدي مع المنافس، وبالتالي يعاقب بالتسلل، وقرار صحيح من الحكم وتم تحكيم الكام. كابتن جاد، اخر سؤال ليك بقى شخصيا انت، تحكيم اسهل لك ولا التحليل؟ والله ده له متعته وده له متعته، يعني انا استمتعت بالتحكيم في السنين اللي عادتها في الملعب. وفي نفس الوقت انا دلوقتي بستمتع في التحليل اللي موجود بتفرج دلوقتي. الانتقادات هنا اكتر ولا الانتقادات هنا اكتر؟ انا في التحليل موجود طول الوقت، انتقاد اكتر من الحكم. حكم كان عندي ماتش واحد. صحيح. لكن طول الوقت في التحليل موجود في الاعلام وموجود في السبوت، فالانتقاد اكتر. صحيح. النهارده الزمالك زعلان منك، بكره الاهلي زعلان منك، فبالتالي ده شغلنا وده الضريبه اللي بندفعها، ومتقبلين طبعا ومقدرين الجماهير اللي موجوده، لكن في الاخر احنا بنراعي ربنا في كل كلمه بنقولها. المصداقيه كريم هو هي اساس النجاح، واسمك بتحافظ عليه بمصداقيتك. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه جدا.